صباح الخير لجميع مشاهدي الإخبارية السورية، ويسعد صباحك سالي. اليوم بحلقتنا أكيد عنا كتير من الخبريات والأمور اللي كتير ممكن تهمكم ضمن حلقتنا لليوم. سالي صباح الخير مجددا زينب، صباح الخير لكل مشاهدينا اللي قرروا انهم يتابعونا بحلقتنا لليوم. عنا مواضيع ورح نبداها يا زينب مع عدة عناوين. وين اول شيء رح نروح؟ اكيد مشوارنا الصباحي رح يبتدأ اكيد سالي اليوم مع محطات عديدة، ورح يكون لنا وقفة مع الحرفة السورية وجديد صناعة الصابون الطبيعي. أكيد لنا حصة زينب بعالم الطفولة، رح يكون لنا وقفة مع موهبة الإلقاء. ومساحتنا أيضا الخاصة بالتغذية، رح نتعرف على مرض بيكا، أسبابه وطرق الوقاية والعلاج. إضافة زينب إلى مساحتنا الحوارية اللي رح نسلط فيها الضوء على الإعلام وقضايا الشباب. لعندك زينب. لكن سالية بالبداية بدنا نروح أكيد على دار الأسد للثقافة والفنون، أو نطلع أكثر على تفاصيل حفل الموسيقار طاهر ماملي مع زميلتنا رزان سليمان، وراجعين. بقعة ضوء سلطها الموسيقار طاهر ماملي على خشبة دار الأوبرا بموسيقاه التصويرية التي أطرب بها مسامع كل حاضر من شخصيات رسمية وفنية وجمهور. احنا استمعنا لمجموعة من الشارات الموسيقية يطلق عليها الموسيقى التصويرية، وأنا أعتقد الموسيقى التصويرية تكون ناجحة عندما تذهب بنا إلى عالم آخر بعيد عن القصة المكتوبة، ولكن ما استمعنا إليه من خلال هذه المقطوعات للأستاذ طاهر ماملي هي لم تذهب بنا إلى عالم آخر، بل ذهبت بنا إلى عوالم أخرى غاية في الأناقة والجمال. أنا أعتقد أنها كانت موسيقى ناجحة، كملت العمل، لأن العمل لا ينجح إلا بنصفه الآخر وهو الموسيقى التصويرية. العمل لم يقف من أول يوم حرب علينا، لذلك قدرنا نظلنا موجودين ومستمرين، وبنينا عليه آمال، مو بس أمل، والأمل القادم إن شاء الله لنرجع نقول أنه نحن موجودين بثقافتنا بموسيقتنا وأصواتنا الحلوة كمغنين. أحيا الحفل مجموعة من المواهب الشابة في المعهد العالي للموسيقى ليستحضروا بأصواتهم ثلة من الأغاني التي رافقت الدراما السورية بقيادة المايسترو ماملي، من مسلسل بقعة ضوء وقناديل العشاق وأهل الغرام التي ارتبطت بذاكرة السوريين بجمال ألحانها. الحفل كان يعني عدة رسائل وصل منه. أول شيء أنه أكيد أعطانا أمل كتير كبير بكل المغنين الشباب والصبايا اللي إجوا في 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 عالم تعرفت عليها يمكن هلأ بهي الحفلة. أصوات واعدة، شغل كمان كتير كويس، كمان بتشكر الأستاذ طاهر اللي أكيد عطاهم هي الفرصة. الموسيقى التصويرية اللي تقدمت عن يعني بتعبر عن هذا الفن الراقي، عن الإبداع، عن دور الموسيقى بهذا الفن، عن دور الموسيقى في حياة الإنسان. أستاذ طاهر إنسان مبدع، والحفل كان رائع بكل ما الكلمة معنا. أيها المارون، الشاعر محمود درويش كانت ختام الحفل التي أهداها ماملي لأرواح شهداء سوريا، صناع النصر وشعلة الأمان.
رح نبدا محطاتنا مثل ما ذكرنا بالعناوين زينب مع التغذية. رح نتحدث عن متلازمة بيكا، شو هو هذا المرض وما هي اسبابه والاعراض التي تظهر على المصاب، وايضا رح نحكي عن طرق العلاج. كل هالاسئله وهالتفاصيل رح تجاوبنا عليها استشارية التغذية أريج درويش. صباح الخير أريج. صباح النور. يسعد صباحك يا عريج. يعني عم نحكي عم تقول سالي بيكا، انا ما فهمت شو بيكا واكيد المشاهدين عارفين عليه اكثر لهيدا المرض وله علاقه بالتغذيه شيء. اكيد هو له علاقه بالتغذيه بشكل كثير كبير. هلا بيكا هو عباره عن اضطراب نفسي بيصيب فئات معينه من الاشخاص، بيصير في عندهم ميل لتناول الاغذيه او المنتجات غير الاغذيه الخاليه من القيمه الغذائيه، يعني ما بيكون فيها قيمه غذائيه نهائيا مثل الصابون مثلا، الاشخاص اللي بيميلوا لميل الصابون او حتى صفوة السيجارة أو الدخان، الأشخاص اللي بيتناولوا أحياناً القطن أو الكرتون بيصير في عنا ميل لتناول هاي الأغذية، أو بيكون في عنا ميل لتناول الأغذية بتكون معنا غذائية أساساً يعني مواد غير غذائية، فبيصير عنا بشكل متكرر بيتناولوها بشكل يومي أو شبه يومي. هلأ نحن في عنا فئات معينة بينصابوا فيها طبعاً، من أهمهم الأطفال، بس الأطفال لما نحن ببلشوا بيتعودوا على الأكل أو ببلشوا بيحركوا بدهم يأكلوا، فهن ممكن يتناولوا أي شيء بيكون بيطلع بوشهم، يعني أي شيء بيشوفه الطبشور مثلاً ممكن يجرب طعمته، بس لما نحن بيصير في عنا تكرار لهي القصة هون لازم بصير ننتبه للطفل، يعني بصير بيلحق هي المادة وين موجودة بصير بده يتناولها بشكل يومي، فهون ممكن يكون في عندنا دليل على انه هذا الطفل مصاب بمتلازمة بيكا. نعم يمكن أريج هي شغلة كتير حساسة ممكن تسبب أذى للجهاز، خلينا نقول الهضمي للطفل، يمكن مع تكرار العادة وعدم انتباه الأهل أنه شو عم بيتناول طفلهم بعيد عنهم. يعني لأي درجة لازم يكون في انتباه للأهل شو عم يتناول طفلهم برات البيت، يلاحظوا عليه الشغلات لأنه يمكن الطفل وقت يعمل هالقصة ما بيحكيها. بالضبط، لهيك نحن لازم يكون في عنا متابعة ونشوف الطفل دائما شو عم ياكل من لما ببلش بعمر السنه للسنتين. صح. المفروض احنا نصير نراقبه بشكل دوري. هلا ممكن كمان في بعض الاشخاص بيتناولوا التراب، فنحن هون ممكن يكون عم ندخل جراثيم بكتيريا، ممكن نصاب بدود بالامعاء، هذا كلياته بسبب تناول هاي الاغذيه اللي بتكون كثير ملوثه، فيها قيمه غذائيه خاليه من القيمه الغذائيه، فكتير ضروري انه ننتبه للطفل بهذا العمر شو عم ياكل. لازم الام هون طبعا الدور الاكبر بيكون للام، حتى ميل الطفل انه ما ياكل الاغذيه او المواد الغذائيه المفيده، يعني بنلاحظ انه بنقدم له نحن اغذيه معينه ما بيتناولها بيلجأ لتناول اشياء ثانيه، فالسلوك الغريب للطفل هو العامل الاساسي اللي ممكن يدلنا انه هذا الطفل مصاب ببيكا. طبعا نحن في عندنا فئات ثانيه كمان ممكن تصاب ببيكا، اولا الاطفال واهمهم المراه الحامل، كمان خلال فتره الحمل ممكن تصير تشتهي اشياء كثير غريبه. صحيح. فاذا صار في عندها هي ادمان على هي القصه او صارت تتكرر بعد ما تخلص فتره الحمل فممكن تكون كمان أصيبت بمتلازمة بيكا، بالإضافة لكبار السن أو المسنين، وأكثر شيء كبار السن بيكون في عندهم ميل لتناول الدخان، يعني بتلاقيه بيدخن بياكل من الصفوة تبعه، هي ما أنا كتير متواجدة بس إذا وجدت بيكون كتير الآثار ضارة جدا على الجسم. نعم أريج، يعني خلينا نحكي عن الأعراض اللي بتظهر، يعني مثل ما قلتي في حالات خاصة الأطفال بيغريهم أشكال معينة أو بيحبوا يستكشفوا. صح. يعني هي دور الأم تنتبه هون. تمام. بس لما تكون مثلا حدا واعي أو بالمراهقة هذا السن الصعب أنك تضبطيه، خاصة بالمدرسة بصير في شيء اسمه دارج أو. صح. شائع مثلا. صح. مثل الشعلة بتذكر كانوا يدوقوها أو مثلا الكرتون. صحيح. أو شيء. صحيح. فيعني هي كمان شغلات مضرة لبعدين عم تسبب إدمان. بالضبط. هي تصنف من بيكا. ممكن. خبرينا أول شيء الأعراض اللي ممكن تظهر وكيف الواحد بيعرف إنه هو فعلاً يوقف لهذا الحد. تمام. هلا نحن اول شيء كاعراض ممكن تظهر على الشخص اخطر هي الاعراض هي الاعراض الهضميه، لانه نحن كل شيء عم نتناوله عن طريق التم، فنحن اذا كان الشخص ممكن عنده ميل لتناول الاشياء القاسيه مثل البلاستيك مثلا، في كثير بنات حتى بيتناولوا القطن لحتى ينزلوا وزنهم، كمان هي كثير كثير شو بيعمل القطن؟ القطن بياكلوا فبيعبي حجم المعده فما عاد بياكلوا. تمام. بس شو بصير فيها للمعدة؟ كتير. أول شيء بصير في عنا نحن ما بقى بيمتص الجسم مواد غذائية نهائيا، فبصير في عنا نحن نقص بالفيتامين، نقص بالمعادن، بصير في عنا شيء اسمه انسداد معوي، يعني ممكن هذا يعمل مشاكل كتير كبيرة، ممكن يصير في عنا قرحات بالمعدة، ممكن يصير في عنا
أعراض تانية كتير سيئة لبعدين. فنحن لما بيكون حتى هلأ كتير شغلة مهمة اللي قلتيها أنه الشيء الدارج هي كتير لاحظتها عند البنات بفترة معينة. صحيح. يعني بنسمع أنه حدا من المشاهير عم يعمل هيك فنحن منبلش بتصير هاي عادة عنا. صحيح. فنحن هيصير في عنا إدمان عليها تماما. فهي الأشياء كتير مضرة كتير سيئة، ما لازم نحن نفوت هاي المواد نهائيا لجسمنا. نعم. إذا كانت الأشياء قاسية مثل البلاستيك مثلا ممكن يعملنا جرح أو نزيف بالمعدة نزيف بالأمعاء، فهذا الشيء بنكون بشيء بنصير بشيء تاني تماما. يعني عند الأطفال مثل ما قلنا إذا نحن تناولنا التراب فهو فيه دود فيه جراثيم، فهذا الشيء ممكن يأثر عليه كتير لصحة الطفل إن كان هضمي أو إن كان بطرق غير هضمية أو أعراض غير هضمية. نعم، يعني إيش فينا نرجح إنه سبب متلازمة بيكا هو شيء نفسي احيانا؟ تماما. هلا نحن بينقسم عنا لسببين، او اول شيء اللي هو الوسواس القهري او الانفصام في الشخصيه، هاد كلياته هي الامراض النفسيه ممكن تؤدي لهي القصه. مثل الشخص اللي بيكون في عنده مرض نفسي عصبيه بيهز كثير بيعمل حركات باصابعه، كمان ممكن يكون في عنده ادمان على نوع معين من الاكل. تمام، فالسبب الاول هو ممكن يكون سبب نفسي. السبب الثاني انه ممكن جسمنا يكون عم ينبهنا انه نحن عندنا نقص بفيتامين او معدن معين، واكثر هي الفيتامينات او المعادن اللي نحن بيصير في عندنا نقص وبيطلب الجسم بطرق غريبه هي الحديد والزنك. فنحن لما الشخص ببلش عنده هاي الأعراض نحن أول شيء لازم نعمل تحليل للمعادن وأهم الحديد والزنك. إذا كان في عنا نقص بأحد هاي المعادن فنحن لازم نبلش تعويض. أما إذا كان في عنا شيء نفسي فنحن لازم نعالج الشيء النفسي. أكيد. ويمكن كمان أريج صارت هي مو بس موضة ودارجة، صارت مصدر رزق للبعض عم بيحاول أنه يعمل فيها على مواقع التواصل الاجتماعي. صحيح. أنه هو مثل نوع من أنواع مثلا الألعاب أو اللي ما بيقدر حدا يعملها ليلفت الأنظار، وهي كتير مضرة وفي ناس عم تقلده. تمام. خلينا نحكي طيب اليوم بما انه في ممكن تقولي نقص الفيتامينات ومرض العصر دائما بنقول هلا حاليا. مثلا هلا الام الحامل لما تكون بفتره حمله وتادمن على نوع معين مثلا بعرف الدهان بعرف ريحه البنزين. صح. او شيء، فخبرينا كيف فيها تنتبه على حالها او باشراف طبيب معين طبيب تغذيه حتى تطلع من هي الحاله حتى هي وحامل، لانه اكيد رح تضر الجنين. يعني هلا اذا كان في عندنا ادمان بشكل كثير كبير على هي القصه فنحن من لما بتبلش تلاحظ انه صارت تتكرر عندها هي الحاله لفتره طويله المفروض تبلش باستشاره الطبيب. بنعمل التحاليل اول شيء لما بيكون في عنا نحن نقص بالحديد او بالزنك فنحن لازم نبلش تعويض. بس الفكره المهمه هون انه اول شيء الغذاء ما بيكون كافي لحتى يعوض هذا النقص، لانه بيكون في عنا نقص كتير كبير بالحديد او بالزنك حتى بلشت تظهر عنا هاي الحاله انه نحن نقدر ناخذ هاي العناصر اللي ناقصتنا من مواد غير غذائيه. فنحن اول شيء بدنا نكون التعويض عن طريق مكملات غذائيه. الفكره الثانيه في كتير من الاشخاص بياخذوا بهي الحالات وبشكل يومي بياخذوا المالتي فيتامين او الفيتامينات اللي بتكون كلياتها بنفس العلبه. هلا بهي الحاله بالتحديد نحن لازم كل عنصر ناخده بشكل منفصل لانه في كثير من العناصر المد. هلا الحديد المفروض يتاخذ على المعده فارغه يعني الصبح. تماما. والزنك لازم يتاخذ المساء لانه الزنك والحديد بيتعارضوا مع امتصاص بعض. قصدي انه ورا بعضهم في معالم كثير بياخذوا مثلا نوعين فيتامين ورا بعض كثير غلط. تماما. هلا مو كل الفيتامينات او المعادن تتاثر ببعضها، بس مثلا الحديد بيتاثر كثير بالكالسيوم والزنك. فنحن اذا كنا مثلا عندنا نقص بالحديد اكلنا بيض او اي عنصر فيه كالسيوم واهم هي البيض الصبح واخذنا حبه الحديد بعدها فحيصير في عندنا بطء بامتصاص الحديد. فنحن التوقيت اللي بناخذ فيه العنصر الغذائي الناقص كثير ضروري انه نحن نعرف ايمت لازم ناخذه. في عندنا فيتامينات او معادن اقوى من بعضها فبيصير امتصاص لعنصر على حساب عنصر ثاني. هي كثير مهمه قريش لانه نحن ما بنعرفها وكثير عم حتى نوع الغذاء مع الفيتامينات تماما ما بنعرف. يعني احيانا بصير في ما بتستفيدي من كمان الفيتامين يعني سعره ما له قليل للناس وبنفس الوقت احيانا بياخذوه بطريقه خاطئه. صح. او ما بيعرفوا هي التفاصيل فحلو انه نحكي عنها. كثير ضروري. هلا اشهر نحن الفيتامينات اللي بيصير في عندنا نقص فيها هو الفيتامين د اللي كثير نحن عانينا منه بالفتره الماضيه. الاشخاص بياخذوه ايمت ما تذكروا. تمام. فهي الفكره هي كثير غلط. فنحن لما بدنا ناخذ فيتامين د ونستفيد منه بشكل صحيح المفروض ناخده بعد وجبه الغداء بنص ساعه. والاوميجا الاوميجا يفضل المساء قبل النوم. قبل النوم قبل النوم هي افضل شيء لحتى نقدر نحن نستفيد منه بشكل صحيح. يمكن هيك نحن عطينا هلا لمحه سريعه زينب عن الفيتامينات وطريقه موضوع شغله عن جد جاي. هذا عن جد لازم نكون كثير ضروري. خلينا نحكي ايضا اريج في حال تفاقمت متلازمه بيكا مع شخص وما دار باله او اذا كان
طفل ما انتبهوا له أهله، شو المضاعفات وشو نسبة الخطورة ممكن هو يتعرض لها؟ هلا هي متلازمة بيكا، هي متلازمة، فللأسف إنه هي ما في شفاء منها، يعني ما في نحن نعالجه بدواء نوقف هي المتلازمة. الشيء الوحيد تماماً، الشيء الوحيد اللي ممكن نحن نقدمه إنه نحن أول شيء نعرف السبب، إذا كان نفسي فأكيد نلجأ لطبيب نفسي حتى نقدر نعالج هي المشكلة. إذا كان في عنا نقص بفيتامين أو معدن معين فبدنا نبلش تعويض بالأكل وبالأدوية، هدول الحل الوحيد لحتى نقدر نحن نخفض من نسبة تناول الشخص لهي القصص. يعني لما بيكون في عنا نقص بالحديد نحن إذا ما عوضناه بشكل صح ممكن نوصل لفقر دم مزمن، بصير بدنا نقل دم، بصير في يعني بنكون بشيء كتير بسيط ونقدر نعالجه بأدوية، بنوصل لأشياء كتير خطيرة. فنحن لما بدنا نحن نعالج المتلازمة لازم نعرف السبب ونحدده لحتى نقدر نعالجه بشكل صحيح. نعم نعم أريج، يعني بما أنه قلتي متلازمة، طيب هي على المدى خلينا نقول القريب ما بتعمل يعني أمراض معينة؟ أكيد. حسب نوع الشيء الغير غذائي والغير طبيعي اللي ممكن يتناوله إن كان تماماً. الطفل أو المراهق أو يعني الشخص البالغ. خلينا نحكي شوي، يعني في قصص غريبة عم نسمع. صح. في ناس عم تاكل حشرات، في ناس عم تاكل، هل هي فعلا شيء نفسي ولا عن جد يعني في العلاقة بالفيتامين انه لهالدرجة ممكن يتقبل بيأثر جسمنا على هاي القصة؟ لما بيكون في عنا نقص نحن بجسمنا بصير جسمك بده يعوضه بأي طريقة لحتى يقدر هو يخفف هذا النقص او يحميك من الاعراض اللي ممكن تصير بعدين، فبصير الجسم يطلب هاي القصص بطريقة غريبة. هلا كثير من الاشخاص بياكلوا اشياء ممكن تحتوي على الرصاص او الزئبق، ونحن بنعرف هاي المواد كثير سامة للجسم. يعني احنا الرصاص اكثر شيء موجود بالدخان، يعني اللي بيكون موجود بالدخان كتير بتحتوي على نسبة زئبق كتير عالية وعلى نسبة رصاص كتير عالية. فإذا تناولوا على المدى الطويل حتى لو كميات صغيرة فهذا التراكم ممكن يعمل شيء اسمه تسمم بالرصاص أو تسمم بالزئبق، طبعا هي آخرتها هي الوفاة. فنحن كتير ضروري إنه نحن المادة اللي نحن ما عم نقدر نحن نتخلص منها ندور على شو موجود النقص بمواد غذائية، ما عندنا غير هذا الحل. يعني إذا عندنا نقص حديد فبنصير ناكل الأغذية اللي بتحتوي على الحديد، السبانخ، كل الأغذية اللي بتكون لونها أخضر، طبعا الكبدة بتكون تحتوي على الحديد بنسبة كتير عالية، اللحمة الحمراء، الدجاج فيها كميات حديد عالية، حتى الفول الفول بروتين. أكيد بيحتوي كمان على كمية حديد كتير عالية. فنحن بدنا نبلش تعويض ونزيد هاي المواد الغذائية كتير ونعرف أي متى ناخدها. يعني ايضا يمكن اريج عم نشوف ايضا عادات خاطئه حتى عادات غذائيه يمكن هلا سببها ايضا، يعني وقت يكون الواحد صغير وبيبلش غلط بنظامه الغذائي. صح. ممكن انه يعني بيصير معه اكثر متلازمه بك، يعني عرضه اكثر للاصابه بهذا المرض. اكيد نحن دائما بنركز على فتره الطفوله لانه مثل ما الطفل بيتعود بعمر صغير حتبقى معه هاي العادات دائما لحتى يكبر، فتغذيه الطفل بمراحل عمره الاولى كثير ضروريه. نحن كثير بنهمل للاسف، ما كثير بنعطيه اهميه انه ياكل اي شيء، بس المهم انه هو عم بيزيد وزنه وعم يطول. هذا الشيء كثير غلط، نحن بده نزيد وزنه وبده يطول بس بطريقه صحيحه، مو لما نحن بنلجا للاغذيه اللي بتزيد الوزن بشكل كثير كبير نتركه ياكل شوكولا على كيفه، نتركه ياكل اي شيء بده اياه بكميات كبيره. لازم الطفل يجرب، بس نحن دائما نركز على الكميه اللي عم بيجربها، كثير ضروري انه نضبط الكميه اللي عم ياخذ الطفل من الاكل، وكثير ضروري ننتبه عليه شو عم ياكل ولشو عم بيميل اكثر. يعني الطفل إذا كان بعمر صغير دائما بيميل للحلويات بشكل كتير كبير، فإذا كانت الحلويات مثلا قدامه دائما بشكل متكرر وعم ياكله كل يوم كل يوم كل يوم هذا الشيء حيبقى معه لحتى يصير بعمر كبير، فما بقى حنقدر نتخلص منه، حتصير أصعب بكتير. فكتير ضروري إنه نحن ننتبه لهي المرحلة العمرية وتكون تغذيته جدا سليمة وجدا صحيحة ونمشيه على قواعد غذائية صح لحتى يقدر يتابع عليها بس يكبر. نعم أريجة، خلينا نحكي يعني هلا إذا الأم حامل وهي مع متلازمة بيكا ممكن الجنين يتأثر يصير معه هي المتلازمة، يعني نسبة لنوع الغذاء، لأنه بنعرف كيف تتغذى الأم الجنين بيتأثر. صح. يعني إذا ما كانت عم تاكل بيطلع ما بيعذب بالأكل، إذا مزبوط. كان بيتأثر كثير بحالة في الأم. فخبرينا هي النقطة حتى كل ينتبه. تمام. هلا متلازمة بيكا ما أنا وراثية، فهي ما بتأثر على الطفل أو على الجنين بشكل كثير كبير، بس نحن لما بتكون الأم عم تلجأ لتناول هي القصص إذا كان مثل ما قلنا إنه سببها هو نقص حديد أو زنك فحالطفل حيطلع عنده نقص بهدول المعدنين. بس أما ما بيكون هو عنده متلازمة بيكا
بيكا ما بتظهر عنده أعراض متلازمة بيكا مانا وراثية نهائيا، بس بده يكون في عنده نقص بفيتامين معين أو معدن معين بجسمه. لهيك أول ما بيخلق الطفل اللي عنده متلازمة بيكا أو الأم عندها متلازمة بيكا مفروض نعمل تحاليل كاملة وفحوصات كاملة لحتى إذا في نقص نبلش تعويض بشكل مباشر للطفل، ما ننطر حتى يكبر وتبلش الأعراض تظهر حتى نعوض. فكتير ضرورية التحاليل للطفل أول ما بيخلق إذا كانت أمه متصابة بتلازمة بيكا. تمام. أريج أيضاً إذا عندك يعني هيك نصائح لازم تكون هيك تعمم يعني على الكل يلي هلأ عم بيتابعنا وتعرف على متلازمة بيكا، قديش مهم أيضاً بعد ما عرفنا هاي التفاصيل يكون في نصائح معينة للأم، لأيضاً في أشخاص كبار بالعمر ممكن صح. عمي يعني صايرة معهم. هلا نحن الفئة الثانية اللي كتير بيكون عندهم خطر هن الأطفال وكبار السن. هلا الحوامل غالبا بتكون هي فترة مؤقتة بس خلال فترة الحمل، فبتقدر تتخلص منها بعد فترة الحمل. أما بالنسبة للأطفال كتير ضروري ننتبه عليهم، هذا المسؤولية كاملة بتكون تقريبا على الأم إنه تنتبه هي طفلة شو عم ياخد ولشو عم بيميل من هو وصغير. بالنسبة لكبار السن ممكن كبار السن يكونوا بيعانوا من زهايمر فما ينتبه لحاله شو عم ياكل، ممكن يكرر الحركة بشكل متكرر ويومي ونحن ما لنا منتبهين عليه أو بكميات صغيرة، فكتير ضروري كمان إنه ننتبه عليه. لما بيكون في عنا نقص بالحديد، لما بيكون في عنا نقص بالزنك، نبلش تعويض بمكملات غذائية لأنه الأكل لحاله بهي المتلازمة ما بكفي لحتى نقدر نحن نعوض هذا النقص الموجود. ومثل ما قلنا كتير ضروري إنه نحن ننتبه للتوقيت، دائما الحديد بيتاخد على معدة فارغة الصبح لحتى يكون في امتصاص صح، ونبعد الزنك قد ما فينا عن الوقت اللي بناخد فيه الحديد. والزنك عفواً يعني يمكن زينب لاحظنا بالفترة الأخيرة بكورونا انه صاروا صاروا ياخذوا زنك بكميات انه كل يوم حبه، هل صحيح كل يوم حبه؟ لا تمام، هذا هي هون اذا نحن ما عندنا نقص فيه، يعني ممكن انت عندك كورونا بس انت ما عندك نقص بالزنك، واذا اخذت الزنك فهو ما حيعالج الكورونا، هو بس بيقوي المناعه، بيقوي مناعه الجسم. فنحن لازم انه ناخده تحت استشاره طبيه لانه مثل ما نقص المعادن بيعمل مشاكل فكمان زيادته بتعمل مشاكل كثير كبيره. فهي العشوائيه باخذ الفيتامينات والمعادن جدا سيئه بصراحه، وكثير عانينا منها بالفتره الماضيه، يعني كثير لاحظنا حالات من تسمم الفيتامينات او المعادن بسبب الكتير نحن عم ناخد دايما فيتامينات ومعادن. فنحن لازم ناخدها تحت استشارة طبية وبكميات مضبوطة مو بكميات عشوائية نهائيا. نعم نعم، يعني مرض ومتلازمة بيكا هي غير خطيرة أريج إذن، لكن بحاجة للمعالجة. أكيد. يعني كتير من المعلومات المفيدة اللي عطيتينا إياها، بنتمنى من الكل أنه يكون استفاد منا، وأكيد بالحلقات القادمة رح نحكي أكثر عن الفيتامين سالي، يعني سألناك أنا وسالي من خلال خبرتنا البسيطة بهذا المجال، ونعرف أنه الكل العالم هلأ معنا نقص فيتامين، فأكيد رح نحكي بالتفصيل بحلقات قادمة. شكرا لوجودك معنا أريج. نتشكرك أريج على المعلومات اللي قدمت لنا اياها، ونهارك سعيد. شكرا لك. أما هلأ سالي بدنا نروح لثقافية أبو رمانة، وفعالية أكيد منقدر لفريق لمة أمل التطوعي، وأكيد التفاصيل بتقرير زميلنا ماهر رجب. برعاية وزارة الثقافة أقام فريق لمة أمل التطوعي احتفالية بعنوان أكيد منقدر في المركز الثقافي العربي بأبو رمانة. برعاية مديرية تعليم الكبار وزارة الثقافة بيتم افتتاح الدورات لذوي الاحتياجات الخاصة، نحن بنشرف عليهم كمحو أمية أو تنمية ثقافية سواء كان اكسسوارات أو أي دورة بيقوموا فيها، فتكون بالتعاون معنا بإشرافنا ونحن بنصدر لهم الشهادات وشهادات موثقة من الوزارة ومن المحافظة. فعاليتنا اليوم عم تكون لتوزيع الشهادات لهالفئة اللي شاركونا المرحلة الماضية من التدريبات، كان في تدريب على المحو الأمية وأشغال يدوية وكتير أشغال ورسم وتلوين وهيك قصص بتساعدهم وبتنمي من مهاراتهم وثقتهم بنفسهم وتفاعلهم مع مجتمعهم بشكل إيجابي. فعاليتنا اليوم اسمها أكيد منقدر، يلي هي فيها رح يكون في خلالها حفل فني، رح نسلم فيها شهادات للأولاد اللي اشتغلنا معهم حوالي 6 شهور من قبل. دوراتنا كانت عبارة عن حفر على الخشب، اكسسوار ورسم ومحو أمية، كمان محو الأمية أكيد ثابت نحن ما منغيره. دوراتنا دائما بتتغير حسب نحن بنشوف شو الأولاد بيحبوا شو بدهم،
شو منقدر نأمن؟ فعالية اليوم رح نحكي شوي عن بعض إنجازات لمة أمل، بالإضافة لتوزيع شهادات لدورة الإكسسوار ودورة الحرق على الخشب. الاحتفالية الموسيقية تأتي بمناسبة انتهاء دورة التنمية الثقافية للفريق، ويتخللها توزيع الشهادات على الطلاب. هاي الفعالية لمة أمل، طبعاً بيسعدني يكون موجود بهاي الفعالية، وحابب هيك أنه شارك بفقرة غنائية، وأنا كتير مبسوط يعني بهالفعالية الحلوة. سنة ثالثة تربية خاصة بجامعة دمشق، مشاركتي بالفعالية رح أحكي عن قصة نجاحي، كيف قدرنا نحول المعاناة لقصة نجاح. أعزف أورج، صار لي شيء 5 سنين 10 سنين بعزف أورج، وبتمنى أطلع عازف كبير ومايسترو، وإن شاء الله هذا يتحقق. أكيد بنقدر. عنوان اختصر أحلام وطموحات هؤلاء الشباب، سواء بهدف دمجهم بالمجتمع أو تطوير إمكانياتهم. ما هلأ زينب رح ننتقل للأحداث يلي شكلت عبر تتاليها بالزمن حكاية يوم. شو صار بمثل هاليوم؟ خلونا نتعرف سوا. يلا تتولد أحداث جديدة وبتتسجل برزنامة التاريخ وبتشكل ذاكرة بنسترجعها مع بداية كل صباح. واليوم بـ 7 حزيران خلونا نتعرف على أبرز هي الأحداث. بمثل هذا اليوم من عام 1914 أول سفينة تعبر قناة بنما، وفي عام 1929 مدينة الفاتيكان تصبح دولة مستقلة، وفي عام 2014 يوجين غوستمان أول برنامج ذكاء اصطناعي يجتاز اختبار تورينغ، وذلك بإقناع 33% من الحكام بأنه طفل أوكراني عمره 13 سنة. وفي عام 2018 وكالة ناسا تعلن اكتشاف جزيئات عضوية معقدة في المريخ من عينات جمعتها مركبة كوريوسيتي الجوالة من فوهة جيل. وهاليوم شهد ولادة العديد من الشخصيات اللي كان إلها بصمة مميزة بعام 1862، فيليب أنتون لينارد عالم فيزياء هنغاري حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1905. وأيضاً شهدها اليوم على وفاة عديد من الشخصيات، بمثل عام 1978 رونالد نوريش عالم كيمياء بريطاني حاصل على جائزة نوبل بالكيمياء عام 1967. دائماً سالي بحلقات صباحنا غير عنا مواهب، بس اليوم موهبتنا صغيرة ومميزة جداً، طفلة ما بتتجاوز 6 سنوات أحبت الشعر وألقاء الشعر، ونمت موهبتها أيضاً على إيدين الملحن القدير خالد فؤاد حيدر. وجنى محمد معنا اليوم حتى نتعرف عليها أكثر وعلى موهبتها. يسعد صباحك يا جنى. صباح الخير. صباح النور. كيفك جنى؟ يعني اليوم انت عمرك 6 سنين؟ ايه. وموهبتك الشعر. يلا حكي لنا كيف تعلمتي الشعر اول شيء؟ مين علمك يا حبيتي هيك فجأة لقيتي حالك عم تحكي شعر، ولا سمعتي كنتي عم تسمعي؟ حكي لنا هدول التفاصيل. خدي وقتك وراحتك. في مقدمة بدها تحكي لنا اياها سالي، شو كنتي بدك تحكي لنا؟ حتى حافظة شي تحكي لنا يا؟ يلا. المجد للشهداء، شعب صامد وفي، جيش جبار كرار عقائدي، قائد حكيم بقدام استثنائي، إنك في عنين الأسود سوريا 10 سنوات وأسوار الشعب راسخة رسوخ قاسيون العظيم، لم تهزها قطعان المرتزق التكفيريين الذين تكالبوا على أرضها الطاهرة من مجاهيل التاريخ وظلمات الجغرافيا، فعلى أبوابها تمزقت أجسادهم وعلى أعتابها تكسرت عظامهم،
ودعست في أحذية جنودها رقابهم وتبرمغت في ترابها أنوف أسيادهم. وها هم اليوم يجرون ذيول خيمتهم أذلاء مدحورين خاسئين فيما هي كطائر الفينيق ترفض عن جناحيها رماد الحرب الكونية وتمضي إلى الغد المشرق رافعة الرأس ثابتة خطى واثقة أنها إنها سوريا أرض الأسياد والأشراف رسمتها دماء الشهداء أسطورة هذا الزمان. يعني يا عين كمان يا جنى. جنى هي مقدمة أو شعر مهداة لسوريا وللجيش العربي السوري، هي بلشنا فيها صح؟ خبرينا مين علمك أنك تلقي الشعر وهي مخارج الحروف الصح بعمر 6 سنين؟ يعني قد ايه لك عم تتعلمي؟ شاركتي بالمدرسة بحفلات لإلقاء الشعر؟ شاركتي، احكي لنا. يعني انت عم تحكي زينب، عم تحكي جنى الشعر، واول شيء هو شعر موزون وشعر يعني احيانا الكبير صعب انه يحفظه، مخارج حروفها كانت كثير حلوه. بالمدرسه انت وجنى رفقاتك بيطلبوا منك انك تحكي لهم هدول القصائد الشعر؟ يعني بتتشاركي مع رفقاتك بالمدرسه هدول القصص؟ احكي لنا هيك، يعني بس تروحي على المدرسه شو بتعملي وقت مثلا درس اللغه العربيه؟ قد ايه بيكون هيك مميز عندك؟ بتحبي اللغه العربيه؟ قد ايه بتحبي العربي؟ بتحبي اكثر ماده؟ اكثر ماده بتحبيها العربي. خلينا نسمع شيء كمان، يعني شعر ثاني. سوريا السلام بالروح بنبديها وطول الأيام رح نبقى ناديها فوق تراب رح نربينا والكرامة زرعت فينا هي حاضرنا وماضينا ومستقبلنا فيها منحبها من بعد الله وعندنا مش نمكن نتخلى سوريا بنديدي كلها والسورة بتحميها بلدنا بتضل كبيرة وعنوان النخوة والغيرة مر عليها حروب كتيرة وما قدرت تحنيها فوق الترابة نحن ربينا والكرامة زرعت فينا هي حاضرنا وماضينا ومستقبلنا فيها سوريا. يا سلام يا جنى، يعني كل الأبيات الشعرية اللي عم تحكيها أو تلقيها مهداتها لسوريا، للوطن، للجيش. قد ايه حلو هيك الأشعار الوطنية اللي انت عم تحفظيها؟ بتعرفي مين كتبها؟ مين حفظك اياها لهي الأشعار؟ في 2 بيكتبوا لي الشعر، كمال قبيسي وبدر شغالي. هاي القصيدة يعني كمان قبيسي. تمام، بنوجه له تحية أكيد. يعني جنى كمان إحنا ما عم نشبع منك، ما عم نشبع من هالحكيات الحلوين والشعر الحلو، شو كمان بدك تسمعينه؟ خذيني إليك يا حلو من أراه كل يوم يبعد في خطاه واحملي عندي نعش قلب ما تشهي في سماه ولا تضربي الأمثال يا حلوبي فلا قيس يشبهني ولا أنتي ليلاه قد قلت في هواك شعر ما قلت في عمري سواه أي جن من حمل الهوى أسفا وتكون صحار الشوق مدفاه أنا وحدي وللعشاق مراتبهم وسلم الوجد قلبي في أعلاه وسيد الهوى دون مرتبتي مسكانا مريدا في مصلاه قد زرته يوما عن غير قصد فظن أني جئت ألقاه فأعطاني من يديه كأسا وقال ذقها فقلت فطناه هذا الذي تسعى إلينا به نحن الذين قد عصرناه أما تسكن بالجؤت ما تحبو فكم إليك من كأس صممناه وأذنا لصلاة العشق آذان فكان قلبي أول من لبى وناداه
فصليت في محراب العاشقين إماما وصلى وراء الهوى وأسراه فألبسني سيد العشاق عباءته وقال لي كلاما لست أنساه أنا مذ خلق الهوى عبدا له وأنت اليوم سيدنا ومولاه. يعني يا جنى يسلم هتم وإن شاء الله منشوفك من الشاعرات السوريات المهمات بالبلد وخارج البلد وبترفعي اسم سوريا وين ما رحتي. موفقة يا جنى وشكرا كثير لوجودك معنا. شكرا كثير لك جنى، موفقة هيك حتى بكل مجال دراستك، وأكيد يعني يمكن زينب هيك مواهب نحن بنفتخر فيها وبننبسط من قلبنا فيها. أكيد كيف إذا كانت هيك من أطفال عن جد تربوا على حب الوطن والوطنية وكانت أشعارهم تخص سوريا، وأنه بننبسط سالي أنه لهلأ في بهذا العمر ناس محافظة على اللغة العربية. برافو. وعلى كمان أنه تحفظ الشعر العربي اللي هو صار يمكن من الشغلات التراثية. صحيح. فكتير يعني انبسطنا فيها لجنى. كتير برافو يا جنى، وأكيد نشوفك بشغلات تانية يعني. باي. يعني زينب مع هالفقرة اللطيفة هيك والخفيفة رح نروح لريف حماة وتحديدا للسلمية مع فعاليات مهرجان الدكتور وجيه البارودي للشعر والنقد في دورته السادسة ضمن التقرير التالي. تأكيدا على شعار الأمل بالعمل وتجسيدا لأثر الشعر الكبير في الدفاع عن الوطن والقضايا الفكرية، أقيم في المركز الثقافي العربي بمدينة السلمية فعاليات مهرجان الدكتور وجيه البارودي للشعر والنقد الدورة السادسة. للمهرجان أهمية قصوى، خصوصا أن سوريا هي بلد المهرجانات والفعاليات الفنية والثقافية. إضافة لذلك يعني يعطي المهرجان انطباعا كبيرا عن مدى تشوق الجمهور لمتابعة هذه النشاطات والفعاليات الثقافية. مشارك الدكتور وجيه البارودي في دورته السادسة، وتتزامن هذه المشاركة مع احتفالات شعبنا وقيادتنا بفوز السيد الرئيس الدكتور بشار الأسد بولاية جديدة، وهذا الانتصار هو فرح وسعادة وغبطة لجميع أبناء الشعب السوري. الأدب والثقافة هي أحد أعمدة النهضة والتقدم بكل الحضارات، ونحن في سوريا مهد الحضارات، ولا شك بأننا نحتاج دائما ومزيدا من توسع بالثقافة والأدب والشعر، والشعر هو يحمل الكثير من المعرفة بمختلف أشكالها وأصنافها فلسفيا وتاريخيا، وهذا يعتبر الطريق الممتد من الماضي إلى الحاضر إلى المستقبل. شعراء من كافة المحافظات السورية حضروا إلى السلمية لإحياء فعاليات المهرجان عبر مشاركاتهم الشعرية، مؤكدين أن نبض الحياة الثقافية في سوريا لم يتوقف. تالي بدنا نحكي عن موضوع هلا، خاصة أنه الكل عنده حلم أنه يصير إعلامي، الأكاديمي والغير أكاديمي. اليوم بدنا نحكي عن موضوع بخص الأكاديميين أكثر أيضا، رح نسلط ضوء على الإعلام وتفاعله مع قضايا الشباب. لا شك أنه الإعلام دور كبير بتنمية المجتمع بمختلف الجوانب والمجالات. لما بيتعلق الأمر بالشباب أو بشريحة الشباب، المهام طرق المعالجة تختلف، لأنه الشباب بمختلف أعمارهم هن الشريحة الأكثر تأثراً بالإعلام، وهي دائماً تعول عليه لحمل همومها ومشاكلها والتعبير عن أحلامهم وطموحاتهم. فلأي حد استطاع الإعلام الوطني أن يكون قريب من شريحة الشباب وإيصال صوتهم للجهات المعنية؟ سؤال اليوم ده يجيبنا عنه الأستاذ غسان فطوم، عضو المكتب التنفيذي لاتحاد الصحفيين، لعمل على مدار سنوات وما زال يكتب ويتابع
قضايا الشباب والإعلام. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. صباح الخير لكم ولمشاهدي الإخبارية السورية. أهلا وسهلا فيك. يعني فينا نعتبرك زميل كبير بالقدر وأيضا حامل هموم الشباب. مهنة المتاعب تماما كما تسمى هي مهنة المتاعب، ولكن الحب والشغف لهذه المهنة هو ينسينا كل التعب. تماما هو عم يخلينا نستمر. خلينا منحكي أنه هل استطاع إعلامنا أنه يحمل هالهموم خاصة بظل الظروف؟ يعني الإعلام منحسه مواكب للحدث، يعني هو بيواكب الوضع اللي نحن عايشين فيه، فحكي لنا. نعم أكيد بشكل عام للإعلام دور كبير في التأثير على المجتمع وخاصة على شريحة الشباب، فهي الشريحة الأكبر في أغلب المجتمعات. لذلك كما قالت الزميلة في المقدمة، الشباب يعول كثيرا على الإعلام في حمل قضاياه، في حمل في تبني طموحاته، في الحديث عن كل ما يريده ويحتاجه حاليا ومستقبلا. هلا إذا بدنا نسقط الحالة على الإعلام الوطني، وبكل صراحة وشفافية أنا بقول إنه الإعلام الوطني في خلال سنوات خلت لم يكن قريبا بالشكل المطلوب من قضايا وهموم الشباب. كانت هناك ملامسة، كانت هناك معالجة أو تسليط الضوء على بعض القضايا، ولكن الملامسة كانت بخجولة، أو كما قلت لم تكن تساوي أو تصل إلى طموح الشباب. نحن لغاية الآن للأسف يعني نعتمد في حديثنا عن قضايا الشباب على مبدأ الإشارة خير من العبارة. لا، عندما تتحدثين عن قضايا الشباب يجب أن نتحدث بعمق. اليوم أنا إذا بدي أتحدث عن مشكلة البطالة، لا يكفي أن أكتب زاوية أو أكتب تحقيقا عن مشكلة البطالة، يجب أن أعتمد على أسلوب البحث العلمي، أسلوب البحوث الإعلامية. يجب أن أخذ شريحة مؤلفة من آلاف الشباب، يجب أن ألتقي بعض المعنيين، أصل إلى معطيات، أصل إلى أرقام. يجب علي أن أحلل هذه المعطيات، أحلل هذه الأرقام، لأتعرف بشكل صحيح عن أسباب مشكلة البطالة، ولي من أجل أن أصف الدواء، إن صح التعبير، الدواء الشافي لمشكلة البطالة التي يعاني منها شبابنا، سواء الخريجين في الجامعات أو اللي معهم بكالوريات أو أي شباب آخر. من حق اليوم أي شاب في سوريا أن يجد فرصة عمل، وهذا حق كفله الدستور السوري. يعني أكيد. أيضا إذا بدك تجي على مشكلة اللي فينا من خلالها يتبين لنا من خلال أن الإعلام أيضا كان مقصرا. اليوم كما تعلمين في هجرة خلال سنوات الحرب على سوريا، هاجر العديد من الشباب، هاجر العديد من الكفاءات الشابة والخبيرة. طيب أنا بعرف أنه في عندنا نحن لجنة وطنية للحد من هجرة الشباب، بعرف عندنا بمجلس الشعب لجنة للشباب. طيب ماذا فعلت لجنة الشباب في مجلس الشعب للشباب؟ ماذا فعلت اللجنة الوطنية لحل مشكلة هجرة الشباب؟ ما هي الحلول؟ ما هي الإجراءات التي يجب أن تتخذ الآن لاستقطاب كفاءاتنا من الخارج؟ هاي كلها قضايا شبابية. اليوم إعلامنا يجب أن يسلط عليها الضوء بشفافية ووضوح. الشباب هم عماد المستقبل. نحن قادمين على مرحلة إعادة إعمار، ومؤمنين جدا وعندنا ثقة جدا بشبابنا وبخبراتنا. لذلك اليوم نحن بإعلامنا لازم نتبنى قضاياهم، لازم نتبنى نجاحاتهم. في كتير قصص نجاح اليوم بيحكي عنها الإعلام السوري، تم مرور الكرام. لا، اليوم قصص النجاح يجب أن تتبنى. في عندنا كتير مخترعين شباب بسوريا، للأسف فقط نشوف نسمع بمخترعاتهم بالمعارض التي تقام. بعد فترة بتشوفي في دولة من الدول اشترت هاي البراءة وبلشت تشتغل فيها، لك يا الله والله هذا كان عنا. فاليوم الإعلام يجب أن يكون خادم، ويجب أن يكون حامل حقيقي لهموم وقضايا الشباب ومشاكل الشباب، ويحكي بجرأة. نحتاج اليوم إلى خطاب مرن، إلى خطاب جريء، حتى يكون الإعلام الوطني الحقيقي، الإعلام الوطني حامل حقيقي للإعلام. طبعا في برامج تلفزيونية، في برامج إذاعية سابقا بالإعلام الورقي أيضا كان في. أنا كمحرر ضليت لمدة 10 سنوات عد صفحة بجريدة البحث اسمها شباب وجامعات، كتبت وكسرت الخطوط الحمراء، ولكن للأسف لا حياة لمن تنادي. اليوم الرسالة الإعلامية أقول من على هذا المنبر، إن لم تكن لها رجع صدى هي ليست برسالة.
دائما يجب أن يكون هناك رجع صدى للرسالة، لأن هذا هو هدف الرسالة الإعلامية. أتمنى في المرحلة القادمة أن يكون ملف الشباب، لأن بعتبره ملف ساخن دائما، يكون أولوية في عمل الحكومة، انطلاقا من شعار سيادة الرئيس في حملته الانتخابية: الأمل بالعمل، الأمل بالشباب، الأمل بالتحرير، الأمل بالعمل. مرحلتنا القادمة يجب أن تكون مرحلة عمل، والشباب يجب أن يكون أولوي. نعم أستاذ غسان، يعني عم تحكي عن موضوع كتير مهم، هو وضع يمكن قضايا الشباب وطرحها بجرأة وموضوعية على الإعلام الوطني، يعني مثل ما قلنا لأنه هن بنات المجتمع، بنات المستقبل. أكيد. خبرنا اليوم، بالرغم من أنه في عنا إعلام وطني وكثير من الشاشات الوطنية ممكن تقدم لو بشكل خجول لتطرح أو تطرح مشكله، لكن بالمقابل فئة الشباب اليوم تفضل خلينا نقول مواقع التواصل الاجتماعي الانترنت اللي غزا عقولهم وأفكارهم، وحتى صدر أفكار سلبية للشباب تأثروا فيها، ممكن يعملون حالة من الضياع. اليوم كيف فينا نجذب كإعلام هي الفئة من الشباب، إضافة لأنه نختار المواضيع اللي فعلا هي تلامس واقعهم، مثل ما قلت تكون إلى رجع صدى أو يكون إلى هدف ورسالة تعلم. يعني سؤال جميل جدا. نعم، دور الإعلام في حمل قضايا الشباب لا يتوقف على طرح مشكلة، طرح معاناة أو تبني قصة نجاح. أيضا للإعلام دور توعوي وتثقيفي، فالإعلام هو الوسيلة الأفضل لنشر الثقافة بين الشباب. كما نعلم جميعا اليوم نحن نعيش في عصر الانترنت، في عصر الغزو، غزو الانترنت، الغزو الفضائي، الغزو الثقافي. اليوم يعني بدي اقول لك شغله، اليوم العالم في محنه بنتيجه مواقع التواصل الاجتماعي. العالم في محنه ولا يعرف كيف يتخلص من هذه المحنه نتيجه هذا الضخ الاعلامي الكبير. يعني هناك حقيقه وقالها احد وقالها الكثيرون، ان مواقع التواصل الاجتماعي اليوم، مواقع الفيسبوك، تويتر، واتساب، مختلف ادواتها، انشئت خصيصا لتدمير الشباب، لاستلاب عقل الشباب، لتشويه أفكار الشباب. لاحظت ما يسمى بالربيع العربي، يعني لم يكن ربيعا، إنما هو خريفا قضى على الشعوب العربية. وتعلمين بعد سنوات على هذا على ما يسمى بالربيع، تدمرت شعوب عربية بأكملها. سوريا كانت أحد ضحايا هذا الربيع، ولكن الشعب السوري، الشباب السوري قدر يصمد أو قدر يتعامل صح مع هذا الربيع. صحيح. وكان أكبر رد على هذا الربيع العربي وعلى خزعبلات وتضليل إعلامي هو الانتخابات الرئاسية، عندما خرج الشعب السوري مؤمنا بوطنه، مؤمنا بقيادته. بالنهاية أنت صمدت 10 سنوات، من الذي حمى هذا البلد، هذا الشعب، هذا الجيش، هذا القائد؟ صحيح. فبالتالي إعلامنا اليوم مطالب بدور كبير جدا في حماية شبابنا من العولمة الإعلامية بأدواتها المختلفة، الفيسبوك، تويتر، والدليل على حديثك أستاذ أن التوجيهات والوجهة الصحيحة يلي كانت في عقول بعض الشباب نتيجة الغزو تغيرت الوجهة. تغيرت، يعني قديش كمان أنه لازم يرجعوا للوجهة الصحيحة، وهي تسجل للإعلام الوطني. يعني قدر رغم إمكانياتنا الضعيفة، لكن عندنا نحن كوادر بشرية عاملة في الإعلام السوري تعرف تتعامل صح، وقدرنا نحن فعلا نوصل رسالة توعية لشبابنا أنه البلد مالك غير بلدك، مالك غير بلدك. بالنهاية أنا بعرف كثير من الناس اللي هاجروا بيتمنوا يرجعوا، والدولة فاتحة أبوابة اليوم لمن يعود، أهلا وسهلا، أنت سوري بالنهاية. يعني فنحن الدولة لا يمكن تتخلى عن أولادها أو عن أبنائها. فاليوم الإعلام أيضا هو له دور كبير بهذا المجال. لذلك اليوم الشباب عنده نهم، عنده جوع للإعلام. مفروض اليوم من وسائل الإعلام الوطني المتلفزة المسموعة المرئية حتى المطبوعة سابقا، وبتمنى أنا ترجع لوسائل الإعلام المطبوعة، معلش إذا فيها هلا حظر، لكن بتمنى كل هذه الوسائل اليوم مطالبة اليوم بحماية الشباب، بالمطالبة بأن يأخذ الشباب دورهم. اليوم أنا يعني زمن التفكير بلسان الشباب، زمن التفكير بعقل الشباب، ولا يجب أن نعطي فرصة للشباب أن يفكر، يجب أن نعطي فرصة للشباب أن يتخذ القرار أو نشارك باتخاذ القرار الذي يساهم في صنع مستقبله. ما بقى فينا نفكر عن الشباب، عنده عقل، عنده فكر، هو بيعرف وين مصلحته، ليش حتى أنا أحط حالي عليه وصي؟ شبابنا تغير، شبابنا تطور. نحن اليوم نعيش في عصر مذهل، عصر التطورات المذهلة. اليوم أنت بكبسة زر العالم في متناول يديك،
فالمسألة كتير حساسة، وأتمنى أن يصل هذا الكلام إلى من يهمه الأمر. أكيد أستاذ غسان، يعني هلأ كل مين عم يتابعنا من الشباب بدهم يقولوا لك، الفئة الإعلامية مثلا هلأ عم تحضر كمان الطلاب الإعلام الأكاديمي واللي حابب يفوت بمجال الإعلام، بيقولوا لك مثلا فرص وجود الشباب بالإعلام قليلة لأنه ما عندهم خبرة، فرص وجود كضيوف مثلا محللين مثلا يكونوا وجوه جديدة بالإعلام قليلة وضعيفة. فكمان خبرنا، هل الشباب السوري اليوم الأكاديمي بعدة مجالات مظلوم بالإعلام السوري، وكيف فينا نحن اليوم فعلا نستفيد من خبراتهم ونسقلها؟ يعني كمان لازم تكون مسقولة حتى تكون موجودة ولائقة على التلفزيونات. بصراحة بكل شفافية ومن منطلق خبرة طويلة بالإعلام، أجد أن الإعلاميين الشباب مظلومين في وسائل الإعلام. يعني قل قليل اليوم من الإعلاميين يعملون في وسائل الإعلام سواء الرسمية أو الخاصة أو حتى المواقع المرخصة وغير المرخصة. أقول هذا الكلام انطلاقا من مخرجات كلية الإعلام. أنا خريج قسم الإعلام سنة 94، ظل هذا القسم حتى 2010 أحلست كلية الإعلام. من العام 85 وممكن 84 لغاية اليوم هناك آلاف الخريجين في كلية الإعلام. صحيح. الذين يعملون لا يتجاوزون 1000 واحد. إذن بكل أسف اليوم إذا بدنا نستمر في القبول في كلية الإعلام، معناتها وبكل صراحة وبكل شفافية أقول سوف تتحول إلى مستودع لتخريج العاطلين عن العمل. لذلك اليوم لازم يكون في خطة لترشيد، نعم، اولا لترشيد القبول في كلية الإعلام، وثانيا يجب ان يكون في يكون في خطة لاستيعاب الخريجين. لذلك اتمنى اليوم من على هذا المنبر اتوجه الى وزارة الإعلام، اتوجه الى الجهات المعنية الاخرى ان تفسح المجال للإعلاميين الشباب. اليوم في مؤسسات إعلامية تكاد تصاب بالجلطة نتيجة شيخوخة بعض الكوادر فيها. صحيح. نحن للأسف عندنا مشكلتنا 100% في الإعلام وفي كل مؤسساتنا ما بنعرف نتعامل صح. صح مع الموارد البشرية. صح. ما بنعرف نبني ونأهل جيل يكون جاهز لمتابعة ما قدمه الجيل اللي قبله. اليوم نحن لازم كل 10 سنين يكون في عنا طقم جديد قادر على أن يحمل هاي المؤسسة الإعلامية. ما لاحظت هلأ بالفترة الحالية عم تغير شوي؟ بدي أحكي هلأ أنا أكيد برح يعني. لا حكاك حطيت تماما حقيقة لازم تنحكى، يعني حطيت إيدك على الجرح. هذا هم أنا بدرس بكلية الإعلام وبزعل كتير لما بشوف لما بيجي طلاب لعندي، أستاذ الله يخليك بدنا نتخرج بعد 2 3 شهور، عندك فرصة عمل؟ بدنا نشتغل. بحاول قدر الإمكان أني ساعد، بعتبر أن زملائي هدول صحفيين أو إعلاميين المستقبل، لكن أنا لحالي وأنت لحالك ما فيك تعملي شيء. نحن باتحاد الصحفيين بتذكر طرحنا على الحكومة السابقة، على رئيس الحكومة السابقة، أنه يكون في اهتمام خاص بخرجين كلية الإعلام، بأنه تكون نسبة المقبولين ما بين 70% إلى 75% بالمئة من أي مسابقة تعلن عنها وزارة الإعلام أو تعلن عنها وزارات أخرى إذا بدون إعلام. نعم. لذلك اليوم ضروري جدا نهتم بهاي الخريجين. صح. الشباب هلأ إذا بتلاحظي بالتلفاز السوري سواء الإخبارية واللي محطات أخرى في وجوه شابي الأمانة، بس هذا لا يكفي. صح. لذلك نحن نأمل بالفترة القادمة أن يكون لدينا محطات تلفزيونية جديدة إن شاء الله، محطات إذاعية، صحف، مواقع، لأنه كل ما وسعنا مظلة المحطات والمواقع بيكون في عندنا فرص أكبر للخريجين الشباب. نعم. وإلا مصر أنا على ترشيد أو على إعادة دراسة القبول في كلية الإعلام. يعني نعم. ليس مقبولا اليوم يعني أخرج نقطة يمكن الكل حتى بيوافقوني رأي كل زملائي إن كان الإعلاميين الأكاديميين والإعلاميين، ليه ما بيكون في فحص قبول للإعلاميين؟ لأنه ممكن الشاب أو الشاب يدخل الإعلام لمجرد الاسم لكن ما يكون عنده أي مقومات، لا ثقافة ولا يعني كتابة ولا إلقاء. حتى نحن دائما بنقول كل شيء بصير بالتعب والشغل، بس ما يكون عنده هي المقومات. ليش ما بيكون ملاحظة. في نقطة تقييم للخريجين لتأهيلهم؟ ملاحظة كتير مهمة، ودليل ذلك احنا لما قبلنا بقسم الإعلام الصحفي سنة 88 كان في فحص مقابلي، تعرضت أنا لكذا سؤال، ظل هذا القائم لمدة سنوات قليلة جدا، بعدين التغى فحص المقابلة وصارت الناس تجي على الصحافي بالمعدلات أو تجي على علامة اللغة العربية أو علامة اللغة الأجنبية.
انت بتعرفي كمان اليوم خلال خاصه خلال السنوات العشر يعني كان لنا كثير ملاحظات على امتحانات التربيه، واليوم احنا بنتمنى التوفيق لكل الطلاب اللي عم هلا عم يخوضوا معركه الامتحانات. انا بعتبرها معركه واصعب من اي معركه اخرى. ففي ظل هاي المخرجات الناتجه عن الامتحانات، فمن للاسف انا ما بدي يعني اخذ ملاحظه كبيره، ولكن هذا واقع. في ناس كثير حقيقه كان في ملاحظات على الامتحانات، فالقصد انه في ناس اجت على الصحافه او الاعلام نتيجه علامات مرتفعه او نتيجه والله انا بدي اصير صحفي. تمام. ما في باللي هاي خبره، لذلك ضروري فعلا نرجع يكون في فحص مقابلي. فعلا انت ليش جيت على الاعلام؟ هيك جيت على الاعلام لانك كان تصير اعلامي؟ لا، جيت على الاعلام لاني انا بكتب. أقل أن واحد يكون يكتب شعري أخي، يكتب غزل، ما في مشكلة. طبعاً. إن واحد يكون عنده ملكة الكتابة، ملكة الكتابة ضرورية جداً. صحيح. صح الإعلام يعني الإعلام يعني يعطيك معلومات. يعطيك معلومات. من هون أنت رحتي نقطة كتير مهم برجع عليها، هي التأهيل والتدريب. يعني كلية الإعلام رغم الكادر الموجود فيها كنا له كل الاحترام وجهد التحية، لكن بوضع الحالي غير قادرة على تخريج إعلامي حقيقي. صحيح. لذلك دورات التأهيل والتدريب ضرورية. واليوم اتحاد الصحفيين، أنا كوني رئيس مكتب تأهيل وتدريب اتحاد الصحفيين عملت أكثر من 20 دورة في كل المحافظات. أيضا وزارة الإعلام أيضا أقامت العديد من الدورات في مختلف، وهناك معهد الإعداد الإعلامي اليوم يدرس أو يمنح الدبلوم الإعلامي كل 6 أشهر أحيانا كل سنة. فالفرصة متاحة اليوم للإعلاميين الشباب بالخضوع لهذه الدورات التدريبية بشكل مجاني أو أحيانا شبه مجاني. يعني بعتقد نحن كنا نأخذ من القطاع الخاص ثمن الدورة 36-40 ساعة 15,000 ليرة سوري. اليوم 15,000 ليرة سوري يمكن حق باكيت دخان. لذلك الأمر متاح. فأنا بنصح كل الشباب الخريجين أن يخضعوا لهذه الدورات، لأنه اليوم الإعلام دائما كل يوم في شيء جديد. صحيح. يعني لذلك مفروض نحن نواكب الإعلام الجديد. الإعلام الجديد يعني خطير جدا. صحيح. له أدواته، فنحن بهذه الدورات نقدر نمكن نحن زملائنا نمكنهم من أدوات الإعلام الجديد ونخليهم يتعاملوا صح مع هذه التقنية الحديثة. تمام. اللي بتخوف صراحة، لأنه الكتابة فيك تمحي الكلمة. صح. بس بالفيسبوك او على بالموقع الالكتروني احيانا بس تروح الكلمه خلص راحت تشرت. فاليوم الكلمه كالرصاصه بتدمر ملايين. 100% يمكن وضعت هيك مثل ما بيقولوا ايدك على الوجع يعني، وحكينا نحن بشفافيه عن جد حكينا يعني عم نشوف. وتاكيدا على كلامك استاذ يمكن من نتيجه الخبره تبع حضرتك طلاب كثير عم نشوفهم، للطلاب عم يقولوا انه نحن يعني ليش بس كم حدا مذيع، ليش مو الكل مع انه في خريجين كثير. انا قلت لهم انه يعني ممكن نجاوب نحن كاعلاميين، ممكن يسالونا يعني نتعرض لسؤال. حضرتك كحدا يعني بالاعلام بتتعرض لهذا السؤال كدكتور او عم طلاب، بنقول لهم انه في ايضا لازم يتمتع بصفات هي يكون ملكات طبعا. عنده ملكات مميزه. أكيد. ان شاء الله يا رب هيك. ليس يعني ليس كل خريج يعني صحافي هو مميز. قادر ان يعمل بالاعلام. لا، احنا ان الموهبه اساس نسبة كبيرة. يعني أنت مثلا إذا قبلنا 100 واحد نحن 10، أنا بكفيني يكون 10 من هالدورة هاي بيعرفوا إعلام صح، وهدول لازم يأخذوا فرصتهم، بس لازم يعتمدوا على التدريب. 100%. لأنه اليوم الكلية بمنهاجة ما فيها تخرج إعلام. لذلك أنت حتى تصير إعلامي متميز يجب أن لازم تشتغل على حالك، لازم تشتغل على حالك. الفرصة هي بتجي لعندك. صح. اليوم أنا كمحطة إعلامية يعني انت انا بزعل لما بشوف محطه عامله اعلان انه بدنا صحفيين بس عندهم خبره 2 سنين. فهي الخبره انا انت لما بتعمل دورات تدريب وتاهيل بامكانك تكتسبها. فكل المحبه لزملائنا الاعلاميين الحاليين والجدد، واتمنى فعلا انه الشباب ينصف، لانه شباب سوريا عبر عن معدنه الاصيل خلال سنوات الحرب، ومن حقه اليوم من حقه انه يتكافأ لفرصه عمل حقيقي سواء بالصحافة أو بأي عمل. نعم. آخر. نعم. وأتمنى أيضا أن تعمل الحكومة القادمة على استعادة أنا معلش طولت عليكم بس بعتقد هاي الكلام هذا لازم يوصل، وأتمنى أن يصل إن شاء الله. أكيد نضم صوتنا لصوتك استاذ غسان، بسطنا بوجودك وفعلا يعني إن شاء الله بنشوف كل الشباب عم ياخذوا فرصتهم ببلدهم ويعمروا ويشاركوا ببناء سوريا. شكرا لوجودك. شكرا معنا. شكرا شكرا لك استاذ، نتمنى لك ايضا التوفيق ان شاء الله يا رب هيك الرساله تكون وصلت عبر منبر الاخباريه السوريه. اما هلا يا زينب صار الوقت لننتقل لغرفه الاخبار لنطلع على اخر الاخبار اللي عم تشهدها الساحه السياسيه مع زميلتنا هديل العلي. سعد صباحك يا هديل.
صباح الخير سالي، صباح الخير زينب، صباح الخير لكل مشاهدي الإخبارية السورية. موجز لآخر وأهم الأنباء بعد هذا الفاصل. أكدت سوريا أن دخول وفد هولندي وآخر فرنسي بشكل غير شرعي إلى الأراضي السورية بالتواطؤ مع ميليشيا قصد واستمرار النظام التركي بسياسة التتريك في المناطق التي تنتشر فيها تنظيماته الإرهابية يشكل انتهاكا فاضحا للقانون الدولي. وقال مصدر في وزارة الخارجية والمغتربين إن ممثلي بعض الدول المشاركة في الحرب على سوريا دابوا على القيام بممارسات تشكل انتهاكا فاضحا للقانون الدولي واعتداء سافرا على سيادة الجمهورية العربية السورية. اختطفت ميليشيا قصد عددا من الشبان في حي طيبي مدينة القامشلي واقتادتهم الى جهة مجهولة بالتوازي مع إقامتها حواجز مسلحة إضافية في عدة أحياء بالمدينة. وذكرت مصادر محلية إلى أن ميليشيا قصد رفعت السواتر الترابية حول مقارها وعززت حواجزها المسلحة في عدة مناطق في المدينة ولا سيما مقابل مديرية الثروة الحيوانية ودوار السكة. قتل 3 إرهابيين من مرتزقة الاحتلال التركي جراء انفجار لغم أرضي بسيارتهم في محيط مدينة رأس العين المحتلة بريف الحسكة. وذكرت مصادر أهلية أن لغم أرضي انفجر بسيارة كانت تقل عددا من مرتزقة الاحتلال التركي في محيط قرية العريشة ما أدى إلى مقتل 3 إرهابيين ووقوع أضرار مادية بمكان الانفجار. شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجرا حملة اعتقالات واسعة في مناطق مختلفة في الضفة الغربية طغى عليها استهداف الأسرى المحررين. وعرف من بين المعتقلين الأسير المحرر أشرف أبو عرام واعتقل في بلدة بيرزت والأسير المحرر رامي فضايل في رام الله ومجد الرمحي وعطاء شراكة من مخيم الجلزون. كما اعتقلت قوات الاحتلال أسيرين آخرين من مخيم العروب والخليل. كما اعتقل الاحتلال 6 مواطنين من القدس. الموجز انتهى، عودة إليك سالي. شكرا لك زميلتنا هديل العلي من غرفة الأخبار. مكفيين أنا وزينب معكم بآخر فقرات صباحنا لليوم. يمكن معنا اتصال زينب. نعم معنا اتصال مع الدكتور بهجت أكيد لحتى نحكي أكثر معه عن تفاصيل موضوع سالي. يمكن زينب الاتصال ما جاهز معنا، عم نشوف بالكنترول الاتصال جاهز مع الدكتور بهجت عكروش مدير مؤسسة مبدعون لنحكي معه عن مبدعون بشكل هيك مفصل. زينب يسعد صباحك دكتور. يسعد صباحكم، صباح الاخبارية الرائع دائما. يسعد صباحك دكتور، يعني خبرنا اول شيء عن اخر انجازات او نشاطات مبدعون. طبعا الحمد لله نحن في وتيرة مستمرة ومتصاعدة، وخاصة اننا اتجهنا باتجاه ان يكون العمل هو الاساس انطلاقا من شعار السيد الرئيس الامل بالعمل. نعم. كانت الفترة الماضية كانت فترة تأسيس وفترة إقامة شبكة علاقات واسعة مع الكثير من الجهات الرسمية والمجتمعية الأهلية، والآن وبعد أن أقمنا العديد من الاتفاقيات وأهم اتفاقية مع وزارة التربية والتحضير مع وزارة الثقافة إن شاء الله بهذا الأسبوع وجهات أخرى، تم طرح مجموعة مشاريع من خلال اللجان الأكاديمية الموجودة واللجان الاستشارية الموجودة في المؤسسة، وتم التوافق على مجموعة من المشاريع. في يوم الأمس
كان لقاء مع سيادة وزيرة الثقافة التي دائما كانت أبوابها مفتوحة لهذه المؤسسة ولكل الفعاليات الثقافية في سوريا. تم عرض من خلال لجنة الفنون التشكيلية مشروعين ربما ندعي أنهما مشروعين رائعين وكبيرين على مستوى سوريا، منه مشروع جمالي وتجميل لأحد أحياء ريف دمشق، ومشروع توثيقي لأحياء دمشق في حقبة تاريخية معينة يعلن عنها في لما نطلق المشروعين بشكل رسمي. هذين المشروعين تم الموافقة عليهم من وزارة الثقافة وبالتشبيك مع مجموعات وجهات رسمية ومؤسسات رسمية. إن شاء الله تعالى أيضا هناك مشروع مع وزارة التربية، مشروع كبير جدا وسيطلق قريبا جدا أيضا خلال هذا الشهر. يعني بهذا الاتجاه نحن عم نترجم كل ما فعلناه وكل الرؤى الموجودة لمؤسسة مبدعو من أجل وطن. نعم، يعني دكتور بهجت يمكن اليوم هيك أخذنا لفتة أو لمحة هي عن شو جديدكم بمؤسسة مبدعو. بدنا نتشكر هيك هاللمحة البسيطة، إن شاء الله هلأ بيكون لنا لقاءات مطولة ومفصلة عن عملكم الدائم والمتجدد. كل التوفيق لكم ويسعد صباحك دكتور. شكرا لكم ويسعد صباحكم، صباح الخير وصباح سوريا. يسعد صباحك دكتور وشكرا لكم بالتوفيق. اما هلا يسالي رايحين لفاصل وراجعين لنشوف اخر فقراتنا. محلى حياة جبالنا بالحب اما هلا وصلنا لفقرتنا الاخيره معك زينب. لوين بدنا نروح هلا؟ في شيء حلو عندك؟ في شيء حلو وروائح حلوه سالي، اعمال يدويه وعالم الصابونه رح نحكي فيها من مختلف الاشكال والالوان مع الكيميائيه اريج علي، حرفيه بمجال صناعه. كيفك يا اريج؟ اهلا وسهلا فيكم، يسعد لي صباحك. صباح الخيرات. يسعد لي صباحك. جايبت لنا اليوم كثير من الاشياء الجديده طمع بصناعه الصابون، رح نحكي عنها المواد تبعها وفائدتها ايضا. اكيد. هلا انا شيخ كار في حرفة صناعة صابون وصناعة المواد التجميلية، فأكيد شيخ الكار لازم يعمل الصابون متميز. الصابون اللي أنا بعمله كتير قلائل بالجمهورية العربية السورية أو حتى بالعالم اللي بيعملوه. نعم. لأنه ما نو كتير مجدي اقتصادياً وما نو كتير مربح، بس فوائده كتير كبيرة. حلو. بينعمل على الطريقة الباردة من زيت الزيتون، وكمان بينعمل من نعم. زيت الخروع، زيت جوز الهند، زيت الغار، بنضيف له اضافات كثير عشبيه وطبيعيه. نعم. مثل مثلا عندك هي الصابونه، طبعا كل صابون على وجه الكره الارضيه بينصنع من ثلاث مكونات. مكون هو القطرونه باللغه العاميه او بمئات الصوديوم، بالاضافه للمي المقطره، بالاضافه للزيوت. تمام. فانا المي المقطره اللي بضيفها مثلا يا اما جيل الاوليفيرا يا اما ميه الورد الجوري، ميه البابونج. هاي معموله من جل الاوليفيرا وفيها كمان عصير الافوكادو مع الخيار. حلو. ممتازه للبشره. تمام، ممتازه للبشره. خالي على بالي اكيد. كله خالي كله خالي من العطور، لانه الصابون على الطريقه البارده ما بينحط له عطور. هاي الصابونه ممتازه، يمكن افيد، يمكن يعني اذا ما بينحط له عطور. طبعا اي شيء العطر بيصبغ الوجه، فانه ما تنغري الصبيه انه تشم ريحه الصابونه تفكر انه اذا هي معطره لازم تشتريها. دائما تلجا تبتعد عن الاشياء اللي فيها فراغرنس، مواد عطريه كيميائيه، لانه هي بتكون افيد لبشرتها وبتكون طبيعيه. مثلا هدول الصوابين كلهم امنين يتحمم فيهم حتى طفل صغير هلا بعده خلقان،
لأنه ما فيه أبداً مواد كيميائية. عندك نتفنن دائماً بأنواع الصوابين بالأشكال أكيد بالأشكال. ليش بالأشكال؟ لأنه هذا الزمن زمن الصورة. صحيح. فنحن بنقدر نعمله كله قوالب ونقطعه وهيك يمكن عملي أكثر، بس الصبايا كثير بتحب إنه تشتري شيء هيك قلب أو شيء هيك مثل قطعة المعمول أو هيك مثل الدياموند، فإنه الصبايا بتحب هاي الأشكال، فنحن بنمشي مع الشيء الدارج وبنفس الوقت مع الأصالة والعراقة اللي هي تراثنا. فالصوابين اللي هون مثلا معمولة هاي فرضا فيها الترابة الحلبية، هي فيها الفحم الطبي النشط اللي بيساعده كتير على تنظيف الجسم وجلدة الرأس، هي صابونة غار طبعاً تنظف جلدة الرأس من الشوائب، ممتازة لعلاج القشرة، ممتازة لعلاج الحبوب بالجسم. عندك هي الصابون بإذن الله رح أدخل فيها بمعرض الباسل. لفتت لي نظري زينب من جد. عندك مبينة عليك أكتر شو مبينة وحذري شو فيها حفر ما بعرف شو أشرح لنا عنه. أي تمام. هي الصابونة طبعا هي القلوب بس موديل، بس بس هي المكونات اللي فيها هي اللي إن شاء الله رح تكون بتعالج الأكزيما مع الصدفية. هي لمرض الأكزيما والصدفية تمام. يعني شيء كتير مهم سالي وحساسيات الجسم. حلو. إن شاء الله بإذن الله رح ينقبل الاستمارة تبعي للدخول بمعرض الباسل للاختراع أكيد. والإبداع لحتى شارك فيها. جربتوها على حدا بيعاني من الأكزيما والصدفية واستفاد؟ جربناها على عشرات المرضى وكلهم استفادوا. بتحتوي على كتير أعشاب ممتازة وفيها كمان طين البحر الميت، فيها الجوز الأخضر، الجوز قشرة الجوز الخضراء اللي مشهورة فيها بلادنا، نحن بنطحنها مع الصابون وبنضيفها على الصابون. الجوزة مثل ما هي خضراء بنقطفها بنطحنها مع الزيوت وبنصبنها. هي ممتازة، غنية كتير باليود، بتعالج كتير مشاكل بالإضافة لكتير إضافات عشبية رح تنذكر أكيد إن شاء الله ببراءة الاختراع. كمان أنا هاي كمان حبيت لونها. عندك هاي حلوة ملفتة. هاي الصابونة طبعا كله ملونات غذائية أو مايكات، يعني المايكا هو نوع ترابي، تراب بركاني بيعطي لون. نحن ما منضيف أي ملونات صناعية تمام. كل الملونات الصناعية بتكون تحتوي على الرصاص. حلو. فهذا شيء ما منيح. هاي المادة هي بالصابونة بالخزامة، قديش مشهورة الخزامة ببلادنا ومشهورة موجودة كتير ببلادنا. الخزامة بتهدئ كمان تحسس البشرة، بتهدئ البشرة اللي فيها حبوب، ممتازة لتلطيف البشرة، لغسيل الميك اب. كمان فيها حليب الماعز، هاي مثلا عندك بصابونة بحليب الماعز مع لبان الذكر، ممتازة لغسيل الميك اب ولتصفية البشرة وإزالة التصبغات، تصغر المسام الواسعة. عندك هي الصابونة بطين البحر الميت المشهور كتير، كل يعني الطين البحر الميت فيه 35 مادة عنصر غذائي لتغذية البشرة تمام. فكتير بيكون إلى إضافات علاجية وتلطيفية للبشرة. سؤال، هلأ دائما نحكي عن أنواع من الصابون اللي أنت مختارتيها لكل مشكلة بالبشرة. أوكي. سؤال، بتناسب كل انواع البشره كل الصوابين ولا لا؟ في هلا عندك بشرات لا انه لازم يكون يستخدموا انواع وانواع لا ممنوع يستخدموا. تمام. هلا البشره الحساسه حصرا بنختار لها الصابونتين البحر الميت. حلو. حصرا ايه هي بس. اما اي نوع بشره تانية، عندك البشره اللي بتطلع فيها كثير حبوب شباب الدهنيه، الدهنيه واللي بيطلع فيها كثير حبوب شباب خصوص بنضيف لهم الفحم الطبي النشط. حلو. هذا الاكتيفيتد شاركل ماده مستخدمه من الاف السنين. نعم. لما حتى بالمشافي عنا بيجي حدا متسمم بيعطوه فحم طبي نشط. صحيح. لحتى يسحب. صحيح. الـ يعني هاي الفحم كتير بيعمل ديتوكس تماما وبيشيل اي شوائب بالبشره وبنقي البشره. يعني اريج عم نشوف كل شيء شاغلتي هو شيء طبيعي، زيت تمام. زيتون، افوكا، الاوليفيرا الموجوده عنا، يعني بلادنا هي خيره بهالقصص طبعا. يعني بلادنا هي خلينا نقول يلي عم تنتج المواد الخام لصناعه الصابون. يعني قد ايه احنا كمان ممكن نستفيد من هدول القصص لانه ننتج هالشيء الطبيعي والجميل اللي دائما واسعاره مناسبه. يعني اريج نحكي عن هذا الموضوع. تاريخ الصابون يعني على وجه الكره الارضيه ابتدى اذا بدكم من حلب ومن نابلس. صحيح. يعني من بلاد الشام، حتى من لبنان يمكن اسمها صيدا ما بعرف شو اسمها صيدا.
فمعروف كتير الصابون اللي هو الشامي من بلاد الشام. نحن أول مين اخترع الصابون بهي الطريقة، على الطريقة الباردة. بعدين للأسف بلشت تدرج الأشياء التجارية اللي بيستخدموا لك فيها شيء اسمه معكرونة الصابون، شيء مانو يعني هو شيء كتير مربح بس مانو مفيد نهائيا. بضيفوا له مواد رغوية مثل SLS صوديوم لورال سلفات، بضيفوا له البيتاين، بضيفوا له يعني أشياء مانا منيحة بس بسبب إنه تعمل رغوة، وبضيفوا له كميات هائلة من العطور. هذا الشيء للأسف كتير موجود، بس نحن لازم نعرف شو ننتقي الشيء الطبيعي اللي بعيد عن الروائح العطرية والمفيد عن جد للبشرة. وعن جد سر جمال أي صبية بيبلش من الصابون. صحيح. هلا هي كل الصبايا عندهم معاناة باختيار الصابون المناسب لبشرتهم. اليوم في صابون طبيعي طبعاً. عم نشوف صار حرفة، يعني صار سالي، كثير من السيدات عم يتعلموا حتى صناعة الصابون من خلال يمكن طولة بال زينب عن جد دمر الحرفية لكن. يعني بالحاضنة المركزية أكيد. للحرف التراثية نحن كلها يعني. شيوخ كار ومدربين عم نعلم صناعة الصبايا مين مهتم بتعليم حرف كلها مو بس الصابون، عندك حرف المزيك، حرف التكفيت، حرف الشعر والسيشوار. حلو. كل هدول الحرف في يعني حتى المربيات والمعقود. هاي الحاضنة المدربين اللي فيها صدقا عم يفنوا نص وقتهم ويعني لتدريب ابناء الشهداء وعوائل الشهداء، وكمان لمين حابب انه يسجل بهاي الحاضنه ليتعلم حرفه ويعيش حياه كريمه من هاي الحرفه. اكيد يعني اريج عم نشوف مثل ما قلنا دائما نماذج كثيره من الصابون الطبيعي السوري، خلينا نقول أكيد. سالي انه هو صناعه سوريه 100% وبايدي حرفيين، يعني ما داخله مواد طبيعيه ولا روائح صناعيه أكيد. واكيد متوفر عندكم، واكيد عم تشاركي ببازارات عم تعرضي فيها. وهلا رح نشارك ابتداء من 10 الشهر بمعرض حما ان شاء الله كان رستم باسا. رستم باسا كان بدي اقول اسعد باسا بيخان رستم باسا رح نكون متواجدين، الحاضنه كلها رح تكون موجوده. نعم. 10 ايام بهذا المعرض، بعدين بعد فتره صغيره رح نشارك بمعرض لوزاره الثقافه بكفر سوسه. كمان بعدين رح نكون عم نحضر حالنا لمعرض دمشق الدولي اللي هو الاغلى على قلب اي حرفي ان شاء الله. ان شاء الله ناطرينه كلنا هالسنه، اكيد كلياتنا يعني. ناطرينه لانه عن جد الشعور الرهبه اللي بتعيشه اي يعني اللي بيعيشه اي حدا بيشارك فيه، وخاصه اريج بعد الانتصار يعني بعد الاستحقاق الرئاسي، يعني بده يكون نكهته غير. طبعا اكيد وكان عن جد 2019 أنا كانت انطلاقتي فيه لهذا المعرض، فهو كتير غالي على قلبي وكتير إنه مبسوطة أنه رح نشارك فيه هلأ. نعم أريج أنا بدي أتمنى لك يوم كتير حلو مثل شكرا. هالأشكال اللي جبت لنا إياها والألوان، وأكيد إن شاء الله منشوفك بأهم البازارات والمعارض لتشوفي قد سوريا عم تقدم خيرات ومواهب وقد عم نستفيد من أي شيء بظل الحصار الاقتصادي، قادرين كتير طبعا أشياء بأنفسنا وبإيدينا. أكيد شكرا لك يا أريج. أما أكيد مشاهدينا انتهى صباحنا لليوم، نتمنى لطلاب الشهادات البكالوريا اليوم يكون وإن شاء الله توفقوا بالامتحان، وأكيد لك يا سالي يعطيك العافية ونهارك العافية. شكرا لك زينب يعطيك العافية، وأكيد كل الشكر لضيفتنا أريج اللي كانت معنا بآخر فقراتنا لليوم. نتمنى لمشاهدينا بقية نهار يحمل كل الحب وكل السعادة وكل الطاقة الإيجابية، خلوا أملكم بالله كتير كبير بأنه بكرة أكيد أحلى. باي. بدنية ورد كن زارع يميني، وعدرب دراج ضيعته يميني. عليكم بالهوى احكي غيركم بعد الغياب. علي 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 تبقوا اذكروا ايامنا الحلوه وتذكروا السهرات
يا حلوة اللي قصرها بيلوي وبيموج عالقهار، تبقوا اذكروا ايامنا الحلوة وتذكروا السهرات، يا حلوة اللي قصرها بيلوي وبيموج عالقهار، رح يتعبوا عيوني توقي على عيوني، يا رموش ليلة صيف رح يتعبوا عيوني توقي على عيوني، يا رموش ليلة صيف غرد يا بهالحسون، خلي الهوى تلاويح ودخلك بعز البرد يا كانون، دفي حبيبي منيح دفي حبيبي.